بقول لك سامي اتقبض عليه، انت ما بتتكلمش ليه؟ عارف. خلاص. حيم عمال يعلم على واحد واحد فينا والدور الجاي يا سيد. يا سيد عشان خاطر النبي شغل شوية الجيلي اللي جوه الجمجمه دول. انا اللي ساجن سامي. هو مين اللي عمل عقود بيع وشراء القصر والمركب؟ مش سامي؟ لما رحت له انت ورحيم مش كان جاهز بالعقود؟ يبقى كان عارف كل حاجه اهو، ما قالكش ليه؟ بلاش. مين نقل شركة أمينة لحلم ورحيم وضغط على اخواتها علشان يتنازلوا عن حقهم؟ لا حاسب حاسب. أهل أمينة ناس طيبين وغلابة، ما كانش عايزين يخش عليهم مال حرام من أصله. أنت بتاكل من الكلام ده يا سيد؟ هو في مال حلال الأيام دي؟ خلاص سامي باعنا. أنا مش عارف أنت هادي كده ليه ولا بتتحرك من يوم ما خرج رحيم وأنت بتحط عليك وبتلطش لك وما بتعملش أي حاجة. أنا مش فاهم فين سيد بتاع زمان. لا يا عماد أنا ما بتحطش عليا وانا مش ساكت من اساسه. مش ساكت؟ طب عرفت هشام فين؟ يا حب عرفت انا بدور على هشام ليه، فهمت؟ هشام ده لو ما لقناهوش مش هنلاقي اي كارت ضغط على رحيم. لازم تتحرك، لازم تتحرك يا سيد، انا في مشكله كبيره انت مش فاهمها. يا عم مشكلتي انت هتحور عليا؟ انت عمال تلاعب رحيم عشان السنيوره. لاعب رحيم عشان السنيوره؟ مش بقول لك مش عايز تشغل الجيل اللي جوه الجمجمه. يا سيد شحنه الحديد بتاعتي اللي دخلت عن طريق شركه امينه. الشحنة دلوقتي في المخازن والشركة تحت ايد مين دلوقتي؟ يا نهار طين. فهمت بقى انا ليه بقول لك كده؟ الشحنة دي لو فضلت كل يوم انا بخسر، كل يوم تأخير بخسر، ورحيم ممكن يتلكك لي على اي حاجة عشان يخليني اخسرها كلها. عشان كده لازم نتحرك، لازم نجيب هشام يبقى تحت ايدينا، يبقى معانا اي كارت ضغط على رحيم. تلاش يا عماد تلاش يا جرع. أشوف يا سيد. ماشي. أهلا محمود بيه، نورتني. ما تطلب لي قهوة مظبوط عشان مصدع. عيني يا باشا. مظبوط يا ابني محمود بيه. أمرني. أنا عرفت إنك رحت الداليا امبارح عشان مسعد. انتوا بتضربوني ولا ايه؟ العفو يا احمد بيه، انت فوق مستوى الشبهات. الموضوع كله ان المباحث كانت بتراقب داليا وشافوك هناك، وانا لما جالي التقرير حبيت اجي ابلغك بنفسي. شرفتني ونورتني يا باشا. بص يا احمد بيه، انا عارف ان القضيه دي كانت بتاعتك ولسبب ما اللي هو صادق سحبها منك، وصدقني انا مش عايز اعرف ايه السبب. كل اللي عايزك تعرفه حاجه مهمه قوي. اعرف ايه يا باشا؟ تعرف ان الصفك وإن احترمت إصرارك على تكملة مشوارك مع رحيم واللي يخصوه، وأي حاجة تطلبها مني أنا تحت أمرك. ولأننا في الأول وفي الآخر ضباط وفي نفس المكان، كل اللي هقوله لك أنا معاك في اللي أنت بتعمله. واللي عمله رحيم فينا من ساعة ما خرج عمر ما في ضابط محترم فينا يقبله على نفسه. وعشان تبقى فاهم، اللي حصل ده بيني وبينك بس، ومفيش مخلوق هيعرفه. وكمل اللي أنت بتعمله يا أحمد بيه طالما في المصلحة. في مقابل ايه؟ في مقابل القهوة اللي مستنيها. بس. من وانا ملازم صغير يا محمود بيه، عمري ما خفت على الكرسي ده. بالعكس، كنت خايف ان واحد مش محترم يجي يقعد مكاني. لو وثقت ان في حد محترم وبيخاف على البلد دي، هقوم وقعده مكاني. صدقني يا باشا، أنا بحب البلد دي أوي أوي، حتى أكتر من ولادي. دي مصر يا محمود بيه. ها؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ مسعد جيري وأحمد الديب جيري وراه، راحت العربية خبطاه. ومسعد حصل له حاجة؟ وكده طبعا تبقي فقدتي دليل مهم جدا كان ممكن يعرفك مين اللي عمل فيكي كده. مش مهم، المهم ان انا اللي قتلته يا سمر، ومش هعرف اسامح نفسي. قتلتيه ازاي؟ انت مش قلتي ان العربيه خبطته ومات؟ لولا اني رحت له انا واحمد الديب كان زمان ولسه عايش. برضو انا السبب. يا حبيبتي انت مالكيش اي ذنب في موت مسعد. مسعد البوليس كان بيطارده ومات، يبقى انت السبب في قتله ازاي؟
لأن دي مش أول مرة أكون السبب في موت حد. إيه؟ طب طب اهدي. بصي عيطي وطلعي كل الشحنة اللي جواكي، لما تهدي هنتكلم. ها قولي لي بقى، كنت سبب في موت مين تاني يا داليا؟ أنا تعبانة أوي مش قادرة أتكلم، أنا عايزة أمشي. داليا استني، مش هينفع تمشي وأنت كده. استني يا داليا، داليا اتش الشومة قوم نام فوق. سيبيني أنام هنا بس. من النبي هشام، هو أنت ليه ما بقيتش تحبني زي الأول؟ بس ما سيبيني أنام وأنا أول ما أصحى أحبك زي الأول. ما طبعا بنات وخروجات وسهر، هتحبيني إمتى؟ سهر إيه بس؟ أنت بس اللي دماغك مسوحاكي وفاكراني بعمل حاجة غلط. فيها إيه يعني لما أسهر مع صحابي حب؟ أسهر بس من غير بنات يا حبيبتي. البنات اللي انت بتتكلمي عنهم دول، دول اصحاب اصحابي والله. ما يعني ما بقاش قاعده زي البتنجانيه هنا كده وانت على طول خارج ومع اصحابك. طب خرجني يعني. اول ما اخد اجازه هخرجك والله العظيم، بس بيني والنبي انام دلوقتي. يعني انت كده نمت خلاص؟ خليك نايم. ايوه هات المخده. أحمد، تمام ساعتك يا فندم. محمود قال لي إن هو استلم منك ملف رحيم. محمود ظابط شاطر، أنا عاوزك تتعاون معاه وتسهل لي كل المعلومات. اللي تؤمر بيه سعادتك. تفتكر أنا سحبت منك ملف رحيم ليه؟ ها؟ ما تعودناش في شغلنا يا فندم نسأل الأسئلة دي. ده المفروض، بس عشان أنا عارفك كويس، عارف إن جواك ألف سؤال وسؤال. اللي تشوفه سعادتك برضه يا فندم. الصح والغلط مش أنت اللي تحددهم من مكتبك حضرة الظابط، وإلا كل ظابط في الجهاز بقى يشتغل من دماغه. في حاجات يا فندم مش محتاجة تفكير. لما الواحد يلاقي مجرم بيكبر قدام عينه، يسيبه ولا يرجعه السجن؟ لا يرجع السجن، بس يرجع امتى ويرجع ازاي؟ ده الفرق بين حد قاعد في مكتبي وحد قاعد في مكتبك. سمي الفرق ده بقى خبره، سميه رؤيه، سميه معرفه، زي ما تسميه سميه. يا باشا انا عمري ما تخطيت حدودي، وعارف بعمل ايه كويس، وبستنى التعليمات امتى. وانت لو ظابط عادي بالنسبه لي يا احمد كنت صدقت الكلام ده، انما انت ظابط شاطر، والظابط الشاطر يعرف امتى القضيه اللي هو بيشتغل عليها تتحول لطار شخصي. انت عارف ان احنا هنا بنشتغل بألف طريقه وطريقه، مفيش ولا واحده منهم ليها علاقه بالطار. شاطر لو صادق، لو في طار بيني وبين رحيم كنت رجعته السجن من تاني يوم وهو خرج فيه، ودي أسهل حاجة في الدنيا وسيادتك عارف. بس عموما المقدم محمود ظابط شاطر وربنا يوفقه، كل واحد بيخدم الوطن بطريقته. تأمرني بحاجة ساعتك؟ بعد سيادتك. تليفونك بيرن. ايه ده بابا؟ الو، ازيك يا داليا؟ وحشاني قوي. رنيم ازيك؟ الحمد لله. انت ما جيتيش ليه؟ مش انت وعدتيني ان انت هتيجي؟ معلش كان عندي شغل، قلت خلصه واجيلك. طب هتيجي امتى؟ خلاص هجيلك الويك اند ده، هنخرج سوا، اتفقنا؟ حلو، خلاص هستناك. يلا سلام. باي. كويس والله ان رنيم خلتك تضحكي كده. ماما هو انت بتضايقي لما رنيم بتكلمني؟ طبعا لا يا حبيبي، دي مهما كان اختك الصغيره، بالعكس ما عايزاكي تاخدي بالك منها كويس،
بعد لما انا اموت ملكيش غيرها. بعد شر عنك يا ماما، ما تقوليش كده. الموت مش شر يا حبيبتي، انا مستعده له في اي وقت. انا بس نفسي اشوف ولادك بقى قبل ما اموت. تاني كلام في الموت، انا مش ناقصه. مالك بس يا حبيبتي، ما تحكيلي. حاجات كتير يا ماما، حاجات كتير. ايه يا ابني انت هو ده؟ تعبيت يا ابني انت هو؟ خير؟ وصلت لحاجة جديدة في ملف مسعد القتيل ولا ايه؟ ايوه يا باشا. سنة 2009 مسعد اتمسك في خناقة. تفتكر مين كان معاه بقى؟ هشام السيوفي أخو رحيم. هشام أخو رحيم؟ وبعد ما رحيم اتسجن، التحريات بتقول إن هشام ومسعد اشتغلوا سوا مع بعض في الترامادول واتمسكوا، بس خرجوا لأن البضاعة مش معاهم. أنت عاوز تقول إن هشام هو اللي وزم مسعد يحط المخدرات لداليا في مكتبها؟ إزاي يعني؟ مش جايز. رحيم بعد ما عرف إن عماد خطب داليا حب يعمل لها حوار كبير قوي عشان يخرجها منه، يرجعوا لقربوا بعض تاني. مش بعيدة قوي دي؟ مش بعيدة على دماغ رحيم. لا لا ما اعتقدش. أنا بقى أعتقد يا باشا. خليك أنت في سكتك وأنا همشي في سكة تانية خالص. سكة إيه؟ هبقول لسيادتك بعدين. اتفضل يا باشا. اتفضل. يا بسمة هشام بيحبك، أنتوا هتفضلوا عاملين زي القط والفار كده لحد إمتى؟ والله ما أنا عارفة. انا كمان عارفه اللي فيكي مكفيكي يا ام الرحاب. يو مش هنخلص بقى. معلش يا رحاب، بس حاولي تكلمي فهمي كده وحاولي تعقلي. معلش. الو. ايوه انا رحاب السيوفي، مين معاي؟ انت بتقولي ايه يا ست انت؟ انت مين؟ في ايه؟ ايوه امتى؟ طب انا جاي حالا. معرفش. بس روح قول اللي بعتك. عيب. ما تقول لها يالا. طب يلا اطلع. اطلع! تمين وبتخبطي كده ليه؟ سيد! استني هنا! مش بكلمك! مين دي يا سيد؟ مين دي؟ دي جيهان مراتي، سلمي عليها. يا نهارك اسود ومنيل بستين نيلة، انت بتتجوز عليا انا يا سيد؟ بتتجوز عليا؟ ترمي نفسك وتكلمي بأدب بدل ما مد ايدي عليك. كمان تمد ايدك عليا؟ كمان؟ ليه يا سيد؟ ليه بتعمل معايا كده؟ كل ده عشان كرهك لرحيم؟ عايز تنتقم منه وخلاص؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا عمري عملت لك حاجة وحشة؟ عمري قصرت معاك في حاجة يا سيد؟ لا، وانتي قصرتي في حاجة يا رحاب.
لما تسيبي جوزك وتعيشي في حضن اخوكي وابوكي تبقى قصرت يا ست هانم. وانا كذا مره قلتلك تعالي عيشي معايا وانت اللي كنت بترفضي. وانا راجل وليا طلبات. ولا كنت عايزاني اعيش في الحرام. ولا ده هيكون بالنسبه لك 100 100 لو انا مش متجوز. بتباني يا سيد بعد كل اللي عملته لك؟ بتباني بعد وقفتي جنبك؟ انا ما بعتكيش يا حاج. وقطتك جاهزه جوه من مجاميعه. وجيهان موافقه تعيش معاكي في بيت واحد. عايزه تخش اوضتك وتستهدي بالله ولا تركبي شطانك وتخليه يوصلك لبيت اهلك توصيله مجاني؟ انا اللي استاهل. انا اللي استاهل اني حبيت واحد زيك واستحملت اللي مفيش مخلوق ممكن يستحمله. كنت بقول معلش معلش استحملي اهو ابو بناتك وعشره عمرك. كنت مطوعاك في كل حاجه ومصدقك في كل حاجه. انا اللي استاهل. استاهل عشان ما وقفتش قصادك وانت بتطرد ابويا واخويا من بيتهم. انا اللي استاهل عشان كنت عايزه ارجع اخويا السجن تاني. وكل ده ليه؟ عشان كنت مصدقاك. كانت دماغي فين انا مش عارفه. كنت بصدقك ازاي انا مش عارفه مش عارفه. عشان عارف ان قد ايه بحبك يا رحيم. وانا بكرهك. بكرهك وبكره نفسي وبكره رحيم وبكره ابويا وبكرهكم كلكم. بكرهكم كلكم. شوف لك حته يا جهام ما تنفذنيش انت. يوووو